بس على المراكز او على نجم الجمهور بندر راح يكون حاضر فيها بكل التفاصيل، ليرضى من يرضى وليزعل من يزعل. في النهايه الشمس لا تحجب بغربال بوجهه نظري بندر المطيري، ومتسابقين اخرين راح يدخلون معنا في الكوفي شروق خلال الايام الجايه هم أحسنت. من كانوا نجوم في هذا أحسنت. البرنامج دعواتي لك بالتوفيق. ودي ناخذ هذا المقطع ونرجع من جديد لكي يعلقوا عليك الزملاء قبل ما نقطع. عندنا اسئله يخالف هذا الامر، عندنا اسئله، عندنا تسالونه. طيب نشوف المقطع ونرجع. لا لا تكفى قبل المقطع. قبل المقطع اي بعد المقطع بيصير في شجن وعاطفه بالله. طيب اسالوا. ارحب يا محمد، صباح الخير. ابو دخيل الله صديق محمد، حياك الله استاذ بندر. الله عليك صوتكم زي ما عرفت. شلونك يا قلبي؟ والله بخير. منور الحته استاذ بندر. يا بعد قلبي سؤال استاذ بندر، ما انك انت صوت جذاب رائع منور الحته كلها، يا بعد قلبي وش تشوف نفسك خلال الثلاث شهور القادمه ما بعد زد رصيدك؟ وين تشوف نفسك؟ والله في البيت اوائل باذن الله. ها؟ بعد ثلاث شهور؟ بعد ثلاث شهور ولا ايه؟ ايه؟ مو بعد ثلاث ايام. والله يا اخوك في كل مكان بتلقاني باذن الله. فين يعني؟ وين يعني لو رحت بطحة بالقرب؟ لا ها راح اجيب اي مكان تلقاني. طيب ما راح اوقف باذن الله. طيب وش تشوف نفسك بعد سنه؟ اسمع، ما بقول بعد ثلاث شهور، ثلاث شهور بتريح. بعد سنه وش تشوف نفسك؟ او وين تشوف نفسك؟ يا اخي مشهور من عرض المشاهير، وش وين بروح؟ شوف الطموح، مشهور من عرض المشاهير يا بندر، هذا الطموح يعني تستمر. ابى اقدم المحتوى اللي عندي يا بندر. اللهم لك الحمد. إيه؟ تسوي كل شيء. وقفك تتحدث تقول صديقي. اي نعم بكل عندك سناب خاص يا صديقي. الحمد لله يا رب. ليه؟ اكتشف من عند بندر سناب خاص. تفضل يا بندر حبيبي. لبيه الله يلبيك. مشهور من عرض المشاهير يعني راح اكون متواجد يعني باذن الله. يعني راح اوقف. هل المشاهير كلهم كويسين؟ لا. طيب كيف مشهور من عرض المشاهير؟ وانا ما قال هل هذا سقف؟ انا ما قال نفسي باقرب واحد. هل هذا سقف طموحات بندر انه يكون مشهور من عرض المشاهير؟ لا والله انا عندي شيء طويل العمر وبقدمه. انا اسالني اين انت بعد سنه؟ اين انت بعد سنة؟ باذن الله تعالى اني بكون قد حصلت على زماله المستشار الشرعي، بكون قد حصلت على شهاده مهنيه، بكون قد تطورت في مهنتي الوظيفيه. عندي جدول، عندي خطه. اي بس انت ما حددت لي يعني خطه. انا في بالي اشياء واجد. انا راح اقدم، انا بقدم محتوى يعني بعد البرنامج. نعم ما اعرف اقعد سؤال اتشار يقهر السؤال. لا وقف. محمد دعيرم يفكر صحيح، ما حق يفكر يعني. محمد عين هو الوحيد في الارض الان اللي ما حق يفكر بيسوي بعد سنه. الله يوفقك. بندر لبيه. وش رايك تشوف المقطع ولا ما يحتاج؟ يلا نشوف. تحب المقاطع صح؟ سم؟ تحب المقاطع؟ ملغومه دي. تحب تشوف يعني تحب تشوف نفسك كثير؟ ورنا المقطع وش انا بدي اشرب. يبي يعرف ياخذ وضعيه الدفاع ولا الهجوم. هل انت شخص نرجسي؟ والله يا اخوكم متغطرس بعد. وش معنى نرجسي؟ ها؟ يعني نرجس من عرض النراجيس. لا هذا عندك هي النرجس. المايك في جيبك اتوقع. الكنترول يقول المايك بس لانك كنت ضاغط على المايك. طيب خلينا نشوف المقطع ونرجع من جديد. يلا. يا شبيت ضوي بالظلام في صحصح الذباح عوى مالي انيس الا النجوم او نور وضح القمر. شبيت ضوي بالظلام في صحصح الذباح عوى مالي انيس الا النجوم او نور القمر. يا هلا يا هلا بالصوت يا بعد راسي. الله الحضور اللي الله يعني كان مفترض حضور افضل، والله تمنيت ان حضورك يكون افضل، لكن سبحان الله هو القبول من الله والتوافيق من الله سبحانه وتعالى. الله يطول بعمرك. يقول لك لو تقري قري الوحوش الا غير رزقك ما تحوش. ودعواتي لك ان شاء الله بالرفاه والبنين وحياه سعيده في الايام القادمه. اخوي انت متزوج لا كويس. انتوا تقولون ان في اشياء. لا بندر لا لاني بروح للدعاء ما راح ارجع. لا الضفه هذه الضفه انا لست معها. احنا قلنا الصدق في الفاصل وعلى الهواء. بندر كويس الله يطول وصوته جميل بس لا يسولف. انا عندي ملاحظه. ليه؟
يعني عندك عندك تركات كثيره في السواليف يعني انت بس انشد. عندي ملاحظه عندي لا بس تذكرنا واحد الله يستر عليه يعني. بس انا الثاني ترى زلم امسك خط على طول بندر. انا ترى انا ملاحظه انا اليوم اليوم 16000 في جد رصيدك. احنا جالسين هذا يهوزنا من بدايه البرنامج صح. ليه كنت نرواد ليه ليه انا اسال كنت كبير ليه ليه انا ليه والله شوف احنا مقدرين انه قادر فقره وساكت له كثير لكن ان شاء الله وعدنا ليه يتفقع على مزاجي. ايوه هو على مزاجي هذه مزاجي هذه ايه ارهقنا ارهقنا يقول بنقول الدعير واسحب عليكم لا يقول لنا لا قلت اذا اذا يعني بعد ما اسمع راي سمعت اللي عندكم باقي خمس دقائق اذا تبون ولا ارسلوا لي في الواتساب. محمد الدعير اهل بسك سؤال وبيك تجاوبني بصراحه. هل في يوم من الايام ممكن اشوف بندر يشل واحده من قصايدك؟ والله تشرف للامانه يعني انا بالنسبه لي بندر الله يعطيه الصحه والعافيه عنده حنجره مري الله صوته جميل جدا بس ولا شله شلها مناسبه لصوته ما يصير يا بندر. انا اوكي صوتك جميل جدا ركز شوي صوتك جميل جدا بس ما تعرف تختار شيء لصوتك والله. بالعكس انا ترى ما ممكن شيلها شيل على فكره بالنسبه لي انا يعني انا ترى اسمع شيلات قديمه شبيت ضوي هذه اللي قبل شوي انت اللي مختارها ولا مختارينها لك؟ لا والله شفت انها تناسب لصوتي يعني. لا والله ما هي مناسبه لصوتك علي قبل شويه مدحها انا اشوف انها طال عمرك شطحت فيها كم مره صح ولا انا ما اقدر انا رجال اسمع انطربت والله صوتك انا مؤمن والله شوف يا ابو حنجرتك حنجره مري ما شاء الله تبارك الله تبي الله يطول عمرك. انا اقيسها على نفسي بعض الشيلات انا اشوفها يعني مثلا محمد اليابسي يعني صوته لو بشيل الشيلات اللي يشيلها محمد يمكن انا ما يعني ما يمكن ما اطنع ما ادري اي يعني انت انا يمكن انا عندي طبقه الصوت عندي مرتفعه يعني أيوة. ما اخذني قرار ما اقدر عرفت يعني يروح الصوت ما اقدر اتحكم فيه. الله يوفقك الله اعطاك القبول. انا ابي منك تصريح ابي تصريح شرس يا اخي الاوائل لنا الاوائل لنا ما جيت البرنامج ادابك رجل جو مكانك طال عمرك كلهم قال انا الاول وانا الاول حتى وينك والله باذن الله الاول انا ما دابك مره ثانيه طول العمر عشان ونعم هي الاول في نجم الجمهور الاول في المراكز. لا لا باذن الله ان جت هذه وهذه زين على زين وان جاء المركز الاول. لا انا اطمع للمركز الاول انت المركز الاول نجم الجمهور ايه على المركز الاول وباخذ ان شاء الله نجم الجمهور ان جاء. طيب ثم جاء اكتب بالاول بالاول هلا هلا شوف بندر قبل ما نختم كم طيب يا بدر قبل ما نختم اكيد نبي نسمع منك شيء. وش الشيء اللي حاب تسمع منه محمد اللي تحس انه يناسب طبقه صوته عمل معين شيء معين. احس انه يتناسب طبقه صوته يا ليتنا من حقنا سالمين. لا 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 اي خير بغني لك بغني لك وين لك ابو اخاف انه بيقنعك خله خل شوف عندي تكفى عندي طلب تكفى عندي طلب ها تكفى يا بنت في 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 شله اسمها جمل 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 هذا ابو لبن ابو لبن يغني انا جمل 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 محمد جوك غير والله ما ادري عنك والله حلوة لا تمثل فيها غنى لحالك سمعني بسمع صوتك ابعلك والله انا مع الغامدي ندق فيديو ونشغلها ونرقص جمل جمل والله الله بندر فينا هباله لا لا ابيك تغني عشان اعرفها عشان ما تقول تاخر تفضل سمعنا يا بندر اقنع محمد دعيل ايش قلت انا مقتنع انا بصوتي يعني تستاهل ليش حطيتها كبرتها وما عجبتني والله العظيم لا لا يعني يغني له بيتي الحين لازم تقول اللي يشتري لازم تقول انه حلو عطنا يا جميله قام يطول حال طاوي باللحن اللي فوق مو باللي تحت هذا ابى اضحك اذا ما جابه صح يا جميله قام يا طويل حال طاوي والله حلو والله انكبي على شوف ايش غليله طيب طيب لو تمرين الشيوخ لا جبها ماني حافظها لو تمرين الشيوخ على الفتاوي لو تمرين الشيوخ اهلا عودوا مثلي يجرون كمل كمل ماني حافظها والله مغدا هاي مشكلة هذه مشكلة أخرى لا لا شوف أنا أبو سالم بعلمك أنا بصارح ما تحفظ لا لا شوف أنا الصدق والله إني كنت أحفظ شفت هذه فوق صوتك فيها زين إيه فوق لكن لو بشيلة ثانية لا لا عندي من أول قبل شوي ما عجبت عندي ملاحظة بدون طقطقة والله إيه سر بندر والله العظيم صوتك مرة حلو
ما شاء الله تبارك الله، وانك تم يعني تملك مزمار من مزامير آل داود. ملاحظه ابو سالم في محلها، لكن صح. انا اخالفه في نقطه، مو انك ما تعرف تختار الشيل، انت يعني يبغى لك بس تضبط الاداء، تتمرن. ليش؟ انا بعطيك مثال، بعض المنشدين صوتهم يمكن ما يجي ربع صوتك ولا عشره، عرفت؟ لكنه متمكن. صح، فهمت؟ انت صوتك حلو بس مع الممارسه ومع الروح ومع الجيه، وان شاء الله نشوف لك اعمال تصبح فن رائع بالتمكن باذن الله. هذا ان شاء الله، بس اعمل على نفسك. ترى عندك ماده حلوه، تصير فنان رائع باذن الله. يا ابو محمد ان شاء الله بستمر. ممكن ان صوته حلو، ممكن في فرق بين المغني والمطرب. المغني جمعها الطرب والغناء، لكن المطرب يعرف عنده اداء صوت جميل. الرجال ذا مش عايز له منه ولا منه، اعرف يعني. لو بتن هذه اداء ناقصك، اداء وناقصك اختيارات. انا ليش اشوف، شوف محمد، اتوقع بندر على ما يعني اعتقد انه ما كان عنده احتكاك كثير مع مشدين قبل برنامج واردين، فكان محدود بشيلات معينه. الاحتكاك ترى يكسبك خبرات، يكسبك تعرف، تعرف بعدين انواع المقامات، النزول، الطلوع، متى اطلع، متى اكتشف نفسي. فانا متاكد تمام التاكد انه احتكاكه مع المنشدين برضو كذلك ترى ياخذ البندر كثير خذران مساله الحفظ. بندر والله الحفظ عندي، والله اني متأزم. بندر ما يحفظ، هذه مشكله كبيره عند اي فنان. والله شوف، والله كنت احافظ لين دخلت البرنامج، ثاني تشتت. انا قمت اجيب اوراق. انت عندك مسالتين، عندك مساله الحفظ، عندك مساله احتكاك مع المنشدين، ولا بد ان تحتك عشان تطور من مساله صوتك باختلاف الاداء. باذن الله، باذن الله. الرجال عارف امكانياته، يعني يقول لك انا انزل قرار، ما اقدر انزل قرار. يعني قرار الولد جواب بالجواب صراحه. جواب فوق. يعطيك العافيه يا بندر. شكرا طول عمرك يا بعد راس. وفالك التوفيق ان شاء الله والنجاح انت وبقيه زملائك المنافسين على المراكز. حسين العبان موجود؟ حسين العبان موجود في الهاوس. حسين العبان عليك التوجه الى الكوفيش الروم في اسرع وقت ممكن. البرنامج جزف على النهايه، ايام قليله وينتهي.